مشاهدينا صباح الفل عليكم، واهلا بيكم معانا في الجزء الثاني من رحلتنا اللي لسه مكمله معانا امبارح. واحب افكركم مين الاسر اللي معانا النهارده ومكملين معانا. معانا اسره الاستاذ يونس ونيلي ومامتهم هدير وباباهم ياسر، ايوه، ومعانا كمان اسره الاستاذ نوح وصاحبته لارا ومامتهم لقاء وباباهم احمد. احنا مكملين، بس قبل ما نكمل لعب وتنطيط وحركات تعالوا الاول نفتكر حصل ايه امبارح ونرجع تاني على طول. ريدي ستيدي جو. لارا يلا يا نيلي. لا لارا لارا شاطر يا نيلي. حكايتنا النهارده اسمها سر القبعه الصفراء. بتحب تلعب ايه؟ بحب العب بالستاشي. يس العب يا يونس هنا، وبكده يبقى يونس ونيلي اللي كسبوا. طيب جينا بقى اللعبه من لعب التسعينات، وطبعا اللعبه اللي كلنا بنموت فيها وبنحبها، الكراسي الموسيقيه. عارفين احنا كنا بنلعب اللعبه دي واحنا صغيرين؟ اه بجد عارفين؟ اه انت ما كنتش بتلعبها ولا ايه يا استاذ ياسر؟ لا بلعب طبعا. اه ما تعمليش كده يعني. ماشي هنشوف مين اللي هيتبقى في الاخر. يلا بينا مع المزيكا نسمع مع بعض، ومش انا اللي هقول ريدي ستيدي جو. اول ما المزيكا تشتغل هتتحركوا على طول. يلا اتحركوا خليكوا قريب، خليكوا قريب يا نوح يا يونس. يلا يونس قرب يا يونس من الكراسي. ماشي في كرسي اهو يا يونس، عمال اقول لك قرب، تعالى اقف هنا، تعالى شيلوا كرسي، هاتوا كرسي، هاتي الكرسي، عمال اقول لك يا يونس. ماشي يلا انا كسبت. الله ما نشوف هتكسب لحد امتى. يلا نستنى المزيكا. تعالى هنا تعالى. بسرعة لا 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 تعالى بابا بابا جه يا حبيبي. انا جاي لك بابا يا حبيبي. بابا يا سلام على الحب. يلا هاتوا كرسي ضيقوا. يلا يلا هنستنى المزيك. ايوه روح يكسب. يلا يروح شاطر. بلاش الحركات دي يا لارا، امشي يا لارا. في كرسي في كرسي في كرسي. تعالى تعالى هاتي الكرسي. تعالى هاتي كرسي. تعالى يا حبيبي اللي يطلع ياخد كرسي معايا. برافو هاي فايف. يلا يا ماما خشي كملي. لا مش زعلان مش زعلان، هيجي يقف هنا يشجعكم. يلا اقف هنا جنبي. يلا لارا سيب ايديك يا لارا. لا 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 يلا يلا تعالي يا نيلي تعالي تعالي يا نيلي تعالي. هاتوا كرسي هاتوا كرسي. سيبي سيبيه هو بيشجعك سيبيه. يلا كملي. المهم انت تجيبي له حقه بقى. يلا 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 هتجيب لك حقك هتجيب لك حقك. يلا خلاص ما تزعلش لارا، ما تشيلي ايديكي من على الكرسي يا لارا. ناخد بالنا بقى ناخد بالنا بقى ناخد بالنا بقى ناخد بالنا، الموضوع حرج. لا 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 تعالي تعالي تعالي. يلا الحمد لله على كل شيء. يلا هنشوف بقى ده. بص اسرتك كلها مكمله يعني كده كده حد من عندكم هيكسب. لا ايه ده ايه ده. يلا مين مين هيكسب فيهم؟ افتكر مين هيكسب فيهم؟ مين اللي هيخسر؟ لارا؟ لا 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 تعالى يا بابا تعال تعال هاتي كرسي. لارا ولا لقاء؟ تفتكر لارا ولا لقاء؟ تفتكر ايه؟ تفتكر ايه؟ سيب الكرسي يا لارا. تفتكر لارا ولا لقاء؟ مش عارفين بس تفتكر ايه؟ ماما اللي كسبت ماما اللي كسبت ماما اللي كسبت. برافو يا ماما، قلت لك هتجيب لك حقك وجابت له حقه. وشطاره وحلاوه وطعامه. يلا بقى نروح نبدا العاب التحدي على طول.
جينا بقى للتحديات وتحدي الكوره اللي هو مفضل بالنسبه لي، بحبه جدا جدا جدا، والزوجات بيحبوه جدا 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 برضه. عرفنا ده خلاص وتاكدنا منه. في حماس مش عادي ما شفتوش من اول الحلقه ليه اللعبه دي؟ بتضحك عليا يا استاذ ياسر بس هيوحشنا عشان الكوره هيوحشنا فعلا. طب نركز بقى، عارفين هتنشنه فين؟ فين؟ طبعا في الراس بالظبط كده. يلا اكيد نمشي بقى مع بعض كده علشان انا هقول واحد واحد اثنين اثنين. يلا واحد ها برافو واحد. يلا نجيب الكور بسرعة. يلا يا بنات كل واحدة تجيب الكورة بسرعة. يلا اتنين ماشي اتنين حلو ده. يلا هاتي الكورة بسرعة. يلا يا لارا. يلا يا لارا استنى استنى بسرعة يا لارا. يلا تلاتة ماشي تلاتة. يا بنتي يا بنتي لا 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 ما تجليش لوحدك تاني عشان ما يحصلش إصابات. ترجعي هنا يلا وفي كده أنا خايفة منكم. أربعة الله ماشي أربعة الله الله على العارضة ماشي. يلا فين الكورة بسرعة بسرعة يا نيلي. خمسة يا ماما الله خمسة ماشي. انت خايفة انت اللي خايفة. ستة بابا يلا انا برافو ستة ماشي. يلا ركزين في الكور بس. سبعة ماشي سبعة يا بنت. يلا دي بتاعت مين؟ يلا بسرعة. تمانية كده هتخش دي. تمانية الله عجبني قوي الروح اللي ما بين الأبهات. تسعة يلا يا مامي. تسعة برافو يا مامي. برافو والله يا برافو حلوة دي عجبتني دي. آخر رمية يا جماعة عشرة. يلا يا بابا مفيش. ها يلا يا مورو. يلا يا مورو. الله 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 حلوه يا ولد. ملعوبه يا جماعه ملعوبه. يلا نخش على التحدي اللي بعده على طول. حلوه بجد يعني برافو. دلوقتي بقى مع عادل جينجا، وانا بحب قوي اللعبه دي وبحب اتفرج عليكم وانتوا بتهدوا البرج ده كله. فاهم هيعمل ايه؟ طب تفتكروا مين اللي هيوقع البرج ده النهارده؟ انا. ده الله ده معترف ده حبيبي معترف. ماشي اوكي اما نشوف. هنبتدي بالابهات عامه فتفضل يا استاذ احمد. مسؤوليه رهيبه. اختار من الاثنين. طيب طب ليه سياده القبطان؟ سيادة القبطان محتاجين نتريس يا فندم علشان مش هينفع نعوم البرج خالص. ممكن ترجع مكانها عادي ثقة. قبطان قبطان ماشي احنا لسه في أول واحدة عامة. طب ما ترجعها عشان زمايلك. لا يعني هتعمل أنا هعمل أرجع مكانها. يلا اللي بعده اتفضل أستاذ ياسر. هل البرمجة هتلعب دور؟ هتلعب طبعا. هتلعب ده بتلعب لوحدها ما بالراحة. طيب ايوه ياه على الحركة دي ياه. كنت انا عايزة افكرك ان انت كنت عايز ابنك يلعب. مش عارفة هنوصل له ولا لا. اتفضلي اتفضلي يلا يا سلام ماشي. ما تزعلوش مني تكتيك بالراحه. خشي بس من غير الثقه دي. خشي بالراحه يا ماما. بالراحه يا ماما. ما بالراحه هو عمل حاجه. هتخسري انت يا بقى يا بابا. بيقول لك هتخسري انت بقى يا بابا. هتقع هتقع عشان يا بنتي. استني يا بنتي. لا ايد واحده ما تسقفش. هتقع هتقع. ايه بقى؟ ماروكو ايه ده بقى ده؟ ماروكو ايه ده؟ لا ما وراناش. الله يلا برافو بالراحه بقى وانت ماشي. لا ايه ده بتعملي ايه؟ ببوظها. يلا يا ماما. انا عملت اللي عليا. راحه يا جماعه. يلا يا ماما. يلا يا ماما. تقول لك يلا يا ماما. لا يا ماما مش دي هتوقعها كله. لا يا مامي مش دي. يلا يا ماما. يلا يا مامي. حلوه دي يا مامي. خلاص انت مستنيه ايه؟ طلعت. ما ينفعش اوقعها خالص. يلا يا مامي. يلا يا لارا. يلا يا لارا.
لارا. يلا يا لارا هتيجي، هيجي دورك حبيبي. ايوه انت دورك قبل. انت قلت انت هتعرف. برافو جدا والله شاطر، برافو. بس بالراحه يا لارا. يلا ايه ده، انت عارفه دي، عارفه هي رايحه فين. لا بلاش دي، انا بقول لك بلاش دي، بساعدك. ماشي. سوري. ما بلاش اتكلم في الماضي. بس انا بس تيجي تعبه، سيبيها شوفي وغيرها. طب من غير ما ده لا 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 لا، اخوكي نفسه يلعب، اخوكي نفسه يلعب. لا 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 لا، بس ماما بتقول لك خليكي فوق. هتعمل ايه؟ ماشي برافو. ابد بالراحه جدا، بالراحه جدا جدا. نوح بالراحه، بس هتروح هيعمل ايه؟ نوح بالراحه جدا. يلا جدا بالراحه، بالراحه تعال، بالراحه خالص خالص. طريق بالراحه، انت جامد. ماما بتقول لك انت جامد، حلو جدا، ثقه. ماما بتقول لك انت جامد وواثقه فيك، ماما واثقه فيك. يا نوح يا نوح بلاش دي يا نوح، ما هي ثابتها، ما هي ثابتها. زقها زقها يا نوح، زقها بسرعه، زق واحده ثانيه، جرب تزق واحده ثانيه. بلاش دي، بلاش دي يا نوح يا ابني، بلاش دي يا ابني. ما زق واحده ثانيه، واحده ثانيه، جرب واحده ثانيه، جرب هنا مثلا. ها ايوه اهي، حلوه دي، حلوه اهي. بالراحه بقى خالص، بالراحه خالص، بالراحه خالص. شاطر يا نوح، كمان كمان، برافو يا نوح. وضعتها فوق، بالراحه بقى، حطها فوق بالراحه جدا. ايوه شكرا، برافو برافو برافو. تعالى وريني انت، قلت انا اللي هوقعها، هنشوف انت اللي هتوقعها ولا لا. بلاش دي، بلاش دي، الثقه دي. ماشي تعالوا نروح بقى على اخر العاب التحدي معانا ونشوف مين. لا مش التوازن، هنشوف لعبه تانية وهنشوف هنعمل فيها ايه. يلا بينا. تحدي فرقعة البلالين اللي مش بعرف اتوقع ابدا مين اللي هيكسب، عشان بتفضل لغايه اخر لحظه بالحظ الحقيقه. جاهزين يا بنات؟ yes. محدش هيتحرك غير لما اقول له، اوكي؟ يلا جاهزين تشجعوا؟ جاهزين. يلا ريدي ستيدي جو. نيلي ولا لارا؟ نيلي ولا لارا؟ محدش فيكم يتحرك، محدش فيكم يتحرك، حركي خطوه واحده. نيلي برافو يا نيلي، خطوه واحده، خطوه واحده يا لارا. يلا اللي بعده، اللي بعده، اللي بعده، برافو، خطوه واحده يا لارا، خطوه واحده بس. برافو، برافو لارا، عندها تكنيك. ايوه خطوه كمان يا لارا. يلا يلا يا لارا، يلا يلا يا لارا. بصي بصي لارا بتعمل ايه، بتوطلها بتوطلها. برافو يا لارا، خطوه كمان، برافو. بس خطوه من عندك يا نيلي، من لسه الزرعه، وانت من عندك خطوه، من عندك بقى، هنشوف بقى. يلا الله، لارا كسبت. كسبت، عندها تكنيك هايل جدا 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 بفرقعات البلالين. يلا بقى نشوف مين هيعمل ايه في البلاي ستيشن. معلش. جينا بقى للبلاي ستيشن، والنهارده الابهات قرروا ان هم هيلعبوا سباق عربيات، هنشوف مين اللي هيسبق الاول، وهنشوف مين هيشجع بابا اكتر. ايوه جاهزين. بيقول يا رب بابا يخسر، مش عارفه ايه الموضوع ده. الموضوع ده تعبني جدا فعلا. ايه الحوار ده؟ ما اعرفش، هو عنده حاجه دايما لما انا بلعب اي لعبه بحس ان هو بيشجع اللي بيلعبني. ليه؟ لا مش عارف صراحه يعني. طب عايزين نقعد نشوف الموضوع ده مع بعض. هنشجع بابا النهارده بقى، ماشي؟ ان شاء الله خير. يلا بينا، ريدي ستيدي اند جو. ده سباق محترفين ده. ده بجد. هو مين الحمراء ومين الصفراء ده؟ انا الاصفر. ماشي. بابي 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 هو الرد.
انت في صمت انت يا استاذ ياسر. ده ثبات انفعالي، ده تركيز رهيب. بقى في العاشر. ايه ده؟ لا ده فرق 7 بينكم. طب ما ايه، نركز بقى ولا ايه؟ طب ايه يا سياده القبطان؟ احنا فين السواقه؟ ايه يا سياده القبطان؟ ما برضو يا جماعه المراكب رايقه. انا اللي اتشقلبت ده. مين اتشقلب؟ ايه ده، والله برافو. مركز التسعه ومركز ال11 هتجيبه. يلا يا سياده القبطان. ايوه في العاشر. السابع والعاشر. السابع والعاشر. يلا يا سياده القبطان شد حيلك. بقى في السادس يا سياده القبطان. الله الله الله، برافو، حلو ده. انرجي بوست. بقى في الثامن. فرق عربيتين. فرق عربيتين يا جماعه. فرق عربيتين هيجيبه. سابع رابع. لا ده مفيش، ده استاذ ياسر ايه؟ خالص كده يعني. انت بتسوق كده في الحقيقه؟ يعني مراتي بتقول بيسوق كده في الحقيقه؟ بجد؟ يا نهار ابيض. ده بس ايه؟ قواعد السلامه ايه؟ لا دايما اهم حاجه الحذاء. دي اهم حاجه طبعا. ده في المركز الثاني وشكله هيعملها يا رجاله. وهنقول والله وعملوها الرجاله. سياده القبطان مش هينفع كده. لا هو حقن يعني. مش هينفع سياده القبطان كده. انا عارفه ان المراكب اهدى. كسب 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 يا جماعه. المركز الثاني وفرق 3 عربيات ما بينهم. برافو جدا جدا جدا. نشوف بقى بعد لما الابهات خلاص بقى استاذ ياسر كسب، هنشوف مين من الامهات هيعمل ايه في كونكت 4. بابي استاذ ياسر عمل اللي عليه والزياده، والفريق الاحمر كان كسبان جامد في البلاي ستيشن. هنشوف بقى هل اللقاء هتبقى بتعوض استاذ احمد ولا هدير هتمشي على خطى جوزها وهتكسب هي في الكونكت 4. يلا يا هدير، يلا اللقاء كله بيشجع وجاهزين. يلا على طول نبتدي بالفريق الكسبان. واحده 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 واحده. الفريق اللي كسبان. ها ها يلا يلا لقاء هدير. الله لقاء هدير قصدي. ماشي لقاء. حلوة قوي، قفلت عليكي من اولها. جميل جدا، وسعت لنفسها ولا اي وسعت لنفسها؟ لا وسعت لنفسها طبعا. ماشي واحدة واحدة. يلا لقاء، برافو لقاء جدا. هو يا لقاء اتنين واتنين اتنين واتنين بقوا تلاتة وتلاتة. لا 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 لا. مين ده؟ دور مين؟ أصدها؟ دور مين؟ يلا احمر. ماشي يا ماشي حمرا. الحمرا الحمرا الصفرا اتلعبت. الحمرا يلا شايفاها. حاضر. الحمرا الاول. الصفرا يلا. الحمرا الكوره الصفرا. ماشي كوره الحمرا. واقفين على كوره وكوره. يا نهار ابيض. يلا لقاء. ايه اللقاء ده؟ يلا يا هدير. الله 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 الله. الحماس بقى الحماس بقى. ماشي يلا ارجعوا شجعوا من ورا، شجعوا من ورا عشان ما توترهمش. يلا ها ها. لسه 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 برضو. يلا لقاء لقاء دور لقاء. يا هدير هدير قدام الكورة وانتي قدام الكورة. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده. قفلت عليكي من غير خناق من غير خناق. يا عيني يا بنتي. يلا بقى الحمرة. يلا الكرة الحمرة. يلا الكرة الصفرة. كرة الصفرة. كرة الحمرة. يا نهار ابيض يا جماعه، الفريق الاحمر بيكسب لتاني مره. مش ممكن التألق، مش ممكن. يلا بينا على طول نروح نشوف بقى يحيى وكنوز هيحكوا لنا ايه النهارده. يا نهار ابيض. اهلا بيك.
بيكوا يا صحابي وصحباتي. دلوقتي البالون هيخدنا وينطير لمغامرة جديدة مع يحيى وكنوز وسينو في مصر القديمة. يلا بينا نشوف. مالك يا سينو؟ واقف لوحدك ليه؟ أبداً يا يحيى، زهقان شوية. من إيه يا سينو؟ مش إحنا رحنا سوا الأهرامات ودخلنا السينما وعجبتك؟ ورحنا برج القاهرة كمان، زهقان من إيه بقى؟ بعدين قول لنا الصراحة، أنت زهقان ولا جعان؟ أنا بتكلم بجد يا ولاد، الحياة هنا حلوة وجميلة، بس يا يحيى فاكر المغامرات اللي كنا بنعملها والحملات العسكرية اللي رحناها سوا في العالم القديم؟ يا سينو، إحنا دلوقتي دولة مستقلة ومستقرة وقوية. معقول مفيش أعداء لجمة؟ قصدي مصر في العصر الحديث؟ في طبعاً، يحيى يقصد إن حتى الأعداء دول بنقدر بجيشنا نسيطر عليهم ونهزمهم. طب قولولي كده، إيه أشهر حروب أو هجمات حربية قام بيها جيش مصر في العصر ده؟ الجيش المصري يا سينو هدفه الأول هو حماية الحدود، وعمره ما بدأ بالهجوم. بس لو عاوز تعرف أشهر حرب في عصرنا الحالي هي حرب أكتوبر. طبعاً حرب أكتوبر يا سينو هي الحرب اللي قدر فيها الجيش من خلال جنوده المخلصين والشهداء اللي قدمهم يرجع أرض الفيروز في زمنك، واللي هي سينا دلوقتي المصر من تاني. يا سلام، من آلاف السنين وشعب كمة، أو زي ما بتقولوا المصريين، يعني عمرهم ما بيسيبوا حقهم أبداً. انتوا عارفين يا ولاد إن ملوك وحكام مصر القديمة قاموا بحروب وحملات عسكرية كتير قوي من عصر ما قبل الأسرات وبعده، الدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة الحديثة. إيه رأيكم كل واحد فيكم يقول لي أكتر حرب فاكرها من حروب ملوك مصر القديمة، وأنا بعدها هقول لكم الحكاية من الأول. موافقين يا سينو؟ أنا هبدأ هحكي لكم عن طرد الهكسوس من كيمت. الحكاية بدأت من قبل وجود أحمس في حكم كيمت، لما استقبل والده الملك سقن رع وهو ملك من ملوك الأسرة ال17 وحاكم البلاد وقتها، رسالة من حاكم الهكسوس بتقوله يسكت أفراس النهر في طيبة عشان يعرف ينام. رسالة معناها أن حاكم الهكسوس بيهدد سقن رع، بيقوله أنا عارف كويس أنك بتحضر عشان الحرب، لكن خلي بالك أنا الأقوى. واجه الهكسوس بكل شجاعة، لكن للأسف مات في معركة من المعارك ضدهم. وعشان كده يا كنوز بنقول إن سقن رع هو أول ملك يستشهد عشان أرضه وبلاده وشعبه. بس المقاومة ما وقفتش بعد وفاة الملك سقن رع، بالعكس كاموس ابنه والأخ الأكبر لأحمس كمل المصيرة ضدهم لحد ما هو كمان مات. مش بس الرجالة اللي بتضحي في الحروب، السيدات كمان ليهم دور كبير، وده اللي عملته إياه حطب زوجة سقن رع وأم كاموس وأحمس. بعد وفاة زوجها وابنها ما خافتش ولا قالت خلاص كده هنستسلم، بالعكس شجعت ابنها أحمس على تولي الحكم وإنه يكمل اللي بدأوا الملوك اللي قبله. وبيقدر فعلا يطردهم من حدود كيمت عشان يخلد اللي عمله آلاف السنين. قولنا أنت بقى يا يحيى هتحكي لنا عن إيه؟ معركة مجدو كانت في عهد الملك تحتمس الثالث، وهو من ملوك الأسرة ال18. تحتمس الثالث عرف عن طريق رجالته إن في 330 أمير من منطقة مجدو على الحدود الشرقية لكيمت عاوزين يهاجموه ويدمروا أرضه ويبعدوه عن الحكم وياخدوا كل ممتلكات كيمت. الملك فعلا قرر يخرج في حملة عسكرية كبيرة عشان يحاربهم، وكان قدامه 3 طرق ممكن يوصل منهم، طريقين واسعين والطريق التالت كان ضيق وصعب الجنود تمشي فيه. الملك احتار وسأل جنوده، تفتكروا نمشي من انهي طريق؟ اكيد طريق من الطريقين الواسعين عشان يوصل اسرع. وده كان نفس رأي جنود الملك، لكن لما هو فكر قال ان ده هيكون برضو نفس تفكير اعدائه، عشان كده قرر يوصل من الطريق الضيق لانه مش هيكون جه على بالهم ابدا. خطة الملك نجحت وقدر يهزم اعدائه ويحقق انتصار عظيم. الملك مينا في حرب التوحيد اللي قام فعلا بيها كان معاه قوات حربت معاه لحد ما انتصر وحقق
يحقق هدفه، لكن شكل الجيش النظامي اللي موجود دلوقتي مظهرش غير مع بدعه الاسره السادسه، وتحديدا في عصر الملك بيبي الاول بعد تكليفه لموظف عنده اسمه ويني بالتحرك لمنع التهديدات الحدوديه. وقتها جند وقتها ويني عدد من الافراد وقام بخمس حملات عسكريه في البر والبحر وحاصر العدو وقضى عليه. بعد ما رجع كتب ويني عن رحلته وثيقة وقدمها للملك وقال إن الجيش رجع منتصر وسالم لأن جندي كيميت ما دخلش قرية وسرقها ولا تطاول على عابر سبيل وأخذ منه طعامه وشرابه وكان بيحارب بشرف. كلمات نقدر نقول إنها أول وثيقة للعقيدة العسكرية لجيش كيميت. العقيدة دي مستمرة لحد دلوقتي يا سينو. عندي ليك مفاجأة، مش انت عاوز مغامرة؟ انا بقى هعلمك لعبة جديدة على البلايستيشن كلها حروب ومغامرات، بس مش عارف بقى هتعرف تعديها ولا لأ. طبعا هعرف، ده انا سينو العجيب. يلا بينا، خدوني معاكو خدوني معاكو. وبعد ما شفنا المعلومات اللي اتقالت في حلقة النهاردة، قولوا لي بقى ايه رأيكم يا أصحابي؟ حلو. لازم نعرف ان كل ملك كان بيتولى امور الحكم عشان عايز جيشه يبقى اقوى. هي ايه اشهر معركة حصلت في مصر القديمة؟ هحكي لكم عن معركة قادش اللي قدر فيها رمسيس الثاني يتغلب على جيش الحيثيين. خرج الملك رمسيس الثاني وهو معاه 4 كتائب، وفي الطريق اتعرض لخدعة من جواسيس كانوا مراقبينه. وبعدين عمل ايه؟ قعد يفكر 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 لغاية ما اكتشف اللعبة اللي عاملينه عليه، وفي الاخر قدر ينتصر عليهم. وبكده خلصت حكايتنا، استنونا في حكاية جديدة ورحلة سعيدة. جينا بقى لأكتر الفقرات اللي احنا بنحبها جدا جدا جدا. اولا بنبقى جوعنا قوي فبنبقى عايزين ناكل حاجه يامي، وكمان بنتعلم اكله جديده نساعد بيها مامتنا وبابانا في البيت وفي المطبخ. النهارده بقى هنعمل حاجتين انترستنج جدا. الشباب دول هيعملوا لنا عصير كوكتيل باللبن، عندنا موز وعندنا كيوي، هيخلطوه ويعملوا لنا عصير حلو قوي مفيد جدا جدا جدا، طبعا بيدي طاقه وبيدي باور وحاجه يعني في قمه اللذاذه. والبنتين الامارات دول هيعملوا لنا بقى ايه؟ يعملوا لنا برجر، بس البرجر ده عباره عن بطاطس مسلوقه وتونه. عندنا الاكله دي فيها بروتينات مهمه قوي، طبعا عندنا تونه، والتونه دي زي ما اتكلمنا كتير قوي عن اهميه التونه وعن البروتين قد ايه بيخلينا نبقى بنعرف نركز، والعظم بتاعنا والغضاريف والعضلات بيبقوا اقوياء والشعر بيقوى، وبيبقى فيه اجسام مضاده طبعا علشان بيدافع عن اي بقى فيروس اي حاجات وحشه احنا مش عايزينها. فده طبعا دور البروتينات، ودور طبعا معاه بقى خضار مع بصل. تعالوا ما نضيعش وقت في الكلام ونبتدي على طول نشوف هنعمل ايه. ايه رايكم يا شباب انتوا تبتدوا تحضروا لنا اللي هنخلطه؟ ايه رايكم؟ ممكن تقطعوا لنا الموز ده تقشروه وتحطوه، انا هقطع لكم اول حته وتحطوه كده ايه في الخلاط عشان نخلطه. ممكن؟ ماشي ماشي، انا هساعدكم في ان احنا نعمل ايه اول حته كده اهو. يلا يونس ونوح، اوعوا تاكلوا الموز. مش هتاكلوا؟ ماشي. هناكله في الاخر بقى، نشربه في الاخر. انتوا اصلا بتساعدوا مامي؟ اه. بجد كلكم؟ اه. ماشي اوكي، تقيل قوي الموز ده عشان كده بساعدكم. يلا ايه؟ لا خلاص بقى ماشي، الباسكت هجيبه لكم اهو عشان نرمي القشر في الباسكت، ده مهم جدا. انتوا بقى يا بنات هنعمل ايه؟ هاتي كده ممكن معلقه. ناخد الاول البطاطس، معانا بطاطس مسلوقه ومبشوره. نوت اونلي بات اوز. هقطعها بايه؟ حطيت الموز؟ اه. طب حط الموزه الثانيه. ماشي؟ هنحط البطاطس المسلوقه بتاعتنا كده اهو. اه هنحط الكميه كلها، بصي كده. نحط دي تحت كده. وبعدين هنقوم حاطين ممكن معلقه عاديه يا حبيبتي. يلا حط. اه معانا هنا بصل مبشور، اوكي؟ لا معلقه معلقه عادي معدن.
طب احنا نعمل ايه تاني؟ حط بقى الموز كله اللي معاك. هنحط ده بصل مبشور طبعا، هنحط شويه بصل مبشور. معلقتين؟ لا معلقتين ثلاثه على حسب الكميه طبعا. ثلاثه حلوين. انت بتحبي تطبخي شكلك؟ بعدها اللبن. شكلك كده زويقه وبتعرفي تطبخي، وبتطبخي بالسنسو كده صح؟ ماشي. وبعدين ايه نقلب كده شويه عشان نشوف عايزين تاني بصل ولا لا. ما اعتقدش ان احنا محتاجين بصل تاني. حلو قوي كده كفايه. نحط ايه بقى؟ نحط معلقتين مثلا دقيق كده. اوكي ده دقيق. ونحط كمان معلقتين بقسماط، يعني نوت اونلي بات اولسو عشان يمسكوا في بعض كده. ونحط مثلا معلقه كمان عشان تمسك نفسها. وطبعا طبعا بقسماط لازم يبقى معاه ايه؟ بيض. بيض على طول، عارفينها دي سهله. نعمل البيضه كده اهو. اكسري البيضه الثانيه ارجوكي ساعديني. الله 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 على اللي بيحط اللبن. الله شطاره والله. حط اللبن كله كله. ايوه برافو. احنا حطينا كيوي ولا لسه؟ لسه. طب مش هتحط الكيوي قبل ما تعمل كده؟ ماشي. مش هعمله. اساعدك في الخلاط. اخبار البيض ايه عندكم يا بنات؟ واحنا هنحط الكيوي كمان هنا؟ ايوه طبعا احنا بنعمل كوكتيل. لا حطوا الطبق كله كده. ماشي ماشي انا هعمل. ماشي ماشي انتوا انتوا مع بعض مع بعض. ايه اللي حصل هنا؟ ماشي حصل هنا. احنا اصلا خلصنا دول ومش عايزينهم كده اهو. خلصتوا الكيوي؟ ماشي هاتوا اللي فاضي ده. لا مش السكر كله. الحمد لله انا لحقت اللحظه دي. الحمد لله. هنحط مثلا معلقتين سكر مثلا كده اهو، ومثلا معلقه ونص كمان. معلقتين ونص ومعلقه ونص سكر مع بعض بقى مع بعض. احنا ايه ده؟ انا ما حطيتش اي حاجه. ايوه صح. هو يحط بقى مره هو وحد يحط. هو يحط وانت اللي هتشغل الخلاط. يلا حطه انت يا نور. هو بيتشغل من هنا؟ ايوه. هنحط الغطا. لازم نتاكد ان الغطا مقفول كويس. يلا نوح بقى ايه كده اهو يا نون. لا هو هو ايه ده؟ يلا هات ايدك شغله بقى كده. بس حلو كده كفايه؟ ماشي حلو كده قوي. حلو كده. خلوكم انتوا بقى ايه الولاد جهزوا بسرعه وخلصوا بسرعه. وروني البنات هنا اخبارها ايه. قلبنا. طب احنا بقى ايه خلاص طالما احنا حطينا كل حاجه بما اننا بنعجن يعني محتاجين نعجن بايدينا. حلو قوي. هنحط بقى التونه الاول. انا باكل كده. ايوه استنى عشان تبقى مغذيه بقى مع البروتين احنا عمالين ايه بتعملوه عندكم. استنوا لا خلاص والله كفايه كده. حلوه قوي شكرا كده. حطيتوا البقدونس يا بنات. حطي 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 البقدونس. حلوه قوي. بس 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 شكرا ليكم. نزلوا بقى الحاجات الفاضيه تحت. يلا ساعدونا بقى مش انتوا خلصتوا؟ لا الولاد بكلم الولاد. ساعدونا يا ولاد بعد ما خلصتوا. شكرا. ايوه انت هتقلبي وتعجني حضرتك نوت اونلي بات اولسو. بس عايزين ايه اتاكد ان كل الحاجات ده احنا حطينا ايه يا بنات بقى تيجوا نراجع كده. بقدونس تونه ودقيق واسمه ايه ده؟ بقسماط. وبصل. ايه ايه وبقدونس وبيض. بس اوكي شكرا يا ولاد والله بيشيلوه مكانه. يا سلام. طيب دلوقتي بنحط ايه؟ ملح. ملح. حطينا كمون وشويه ملح. وبيحطوا ونحط ايه شويه فلفل. هنصب. لا لسه مش هنصب دلوقتي والله. هنصب لما احنا نخلص اكلنا. انتوا ساعدتونا ساعدونا للاخر. حطوا الحاجات دي تحت يلا. واحنا بقى ايه هنبتدي نعجن 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 نعجن. بس هقلبها لكم قلبه حلوه عشان كله يخش في بعضه. ونبتدي احنا كمان نحط هنا لسه لسه اعجنوا الاول. يلا اقعدوا عجنوا. وهنحط نشيل دول. وروني يا شباب بتعملوا ايه. احنا مش عايزين دول في حاجه يبقى نشيلهم تحت. ماشي. عايزين ايه؟ مش عايزين دول. مش عايزين برضو دول في حاجه ونشيلهم تحت. نعمل ايه بقى؟ نعمل ايه دلوقتي؟ هقول لك نعمل ايه حالا. بص بقى يا استاذ منك ليه؟ مش احنا عملنا العصير بتاعنا وخلصناه؟ اه. طيب مهم جدا 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 ان احنا لما نيجي نساعد ماما وبابا اقعدوا عجينه كويس ان احنا ما نسيبش المطبخ بعد ما خلصناه بالمنظر ده. فاحنا هنعمل ايه؟ هننضفه. هننضفه.
مناديل اهي حبايبي الحلوين، التعميل وننظف ورانا اللي احنا عملناه. يلا برافو. طيب قبل ما اشوف لا ننظف كده، ننظف كده، ننظف كده كده اهو 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 انا اهو اهو كده اهو كده اهو كده اهو. شكرا شكرا خلاص حلو قوي التنظيف ده. نجيب الباسكت بقى، روح هات الباسكت. يلا يلا شكرا والله على التعاون الفظيع ده. مش ممكن يا جماعه التعاون، مش ممكن التعاون، مش ممكن الشطاره والحلاوه والطعام. انت رحت مني فين؟ تعالى هنا كده. خلاص يا ناس اطلع يلا مكانك. قلعتها اصلا؟ ماشي انت خلصت اساسا. ايه رايكم بقى نصب الكوبايات بتاعتكم؟ انا اللي هصب. لا انا اللي هصب، ما هي ماما اللي هتصب في البيت برضه. انتوا خلطتوا، احنا اللي هصب بقى الكبار. ها شكرا شكرا شكرا. مساعده رهيبه وخطيره. عملنا احنا ايه بقى؟ عصير ايه؟ قولوا لي. عصير اه كوكتيل. كوكتيل ايه بقى؟ فيه ايه؟ موز وكيوي. وكيوي شكله هيطلع يامي قوي يا اولاد صح؟ ماشي. وانا بوظت حته نبقى نمسح. بنات اخباركم ايه يا بنات؟ عشان لازم نعمل البرجر. احنا خلصنا عادي. خلصتوا عني كنا كويس قوي يعني؟ اه ماشي. انا هخلص الشباب هنا العصير بتاعنا الحلو ده واحنا نقطنا. فهنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ هننضف. يلا نضفوا. اتفضلي منديل. ما تفضلي منديل. اتفضلي منديل. اتفضل منديل. يلا ماشي. هنعمل ايه بقى يا بنات؟ خلصنا اللي عندنا هنا دول. تعالوا نجيبهم كده. ايوه كده وكده وكده. خلصتوا؟ وعندنا لسه احنا ما خلصناش. عندنا بقى هنا ايه؟ محتاجين نعمل البرجر بتاعنا. حط كده. طب ليه حطوا فيه؟ عشان نعرف تبقى سهله. يعني احنا بنحط حبه وبعدين ونقوم عاملين ضغطينها كده اهو. اوكي؟ فتطلع لنا برجر. استنوا بقى لما انا لازم اسخن بقى الطاسه بتاعتنا. عايز تعمل ايس كريم؟ بتعرف تعمله؟ بجد؟ بتعمل. طب بيتعمل ازاي؟ استنى. بنعمل عصير وبعدين نحط الدقيق اللي هو ده بالظبط. استني استني خليها خليها في ايديكي بقى، خليها في ايديكي يا بنتي. احنا حطيناها في الكيس علشان نعرف نبقى. انتوا خلصتوا العصير؟ اه. طب خدوا العصير يلا وروحوا اقعدوا عند بابا وماما لغايه اما احنا نخلص. يلا دوقوه لهم وتعالوا لنا تاني. ايوه برافو كده. نعمل ايه بقى؟ ايوه شيليها بقى. ماشي يعني معلش ظبطي الشكل في اللي جاي عشان نلحق نعمل اتنين تلاته. واو ايه فاينلي فاينلي. انتوا بقى اللي هتعجنوا عشان انا مضطره انا ابقى اللي على النار. يلا يا بنات عرفنا التكنيك خلاص؟ ماشي حلوه قوي. انا بقى هنا بقلب هنا. النبي شطاره يا بنات، شاطرين قوي قوي قوي. يلا اللي بعده. هاتي الكيس. اتفضلي. انا هحط. ماشي عشان احنا شكرا جدا. الله احلى بنات. انا هحط الكيس وانت هتعملي بالظبط. نعمل تيم ورك بقى. ماشي. انتوا عمركم اكلتوا برجر بالطريقه دي اصلا؟ لا. لذيذه قوي صح؟ فيها بقى ايه؟ فيها بقى يعني اكيد طعمها يبقى حلو قوي. احنا حاطين بطاطس وتونه وبصل كده هيخلي اكل. شامين الريحه يا بنات؟ ما بتعملهم لنا برضه في الجحيم والجمبري. ممكن بالجمبري؟ ممكن طبعا تجربوها بالجمبري مره. ممكن اي نوع بروتين بقى نجربه مع الطريقه دي صح؟ انتوا بتعملوا ايه بقى حلو لما بتخشوا المطبخ؟ انا بعمل سلطه وبعمل وبعمل عصير ملوخية. او انا بعمل عصير كل انواع العصير. اوكي يلا عايزين اتنين كمان. عايزين اتنين كمان. ملوخيه بجد؟ ملوخيه من اولها لاخرها. انا مش بعرف اعمل ملوخيه اصلا. اوكي بجد يا شطاره يا حلاوه يا طعامه على البنات. انا ما بنعمل. يلا واحده كمان بس عايزين. ايوه 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 والله ازقها. بلاقيش اهي. يا سلام يا سلام على البنات. عايزين واحدة كمان يا بنات. أكيد احنا هنخلص البتاع كله. لا عايزين واحدة بس دلوقتي عشان نلحق ايه ندوقها مع بعض. لا واحنا كلنا ندوقها. ايوه طبعا بس لما نخلصها كلها. طب انتوا مين بقى هيجرب يعمل الأكلة دي لما يروح بيته؟ أنا. بجد؟
انا هقولها لماما تعملها. طب وانتوا حفظتوا خلاص هنعمل ايه يعني؟ اوكي بزوده بس دي شويه يا ولاد عشان تبقى ماسكه نفسها. وبطاطس وسوري وبقسماط. البقسماط كان محتاج ممكن نزوده هنا شويه عشان تبقى ماسكه نفسها شويه. اوكي اخر واحده اتفضلي يا طحان. يلا اخر واحده معانا. استني لا ما تشيلهاش. انا هشيلها انا. ما احنا بنزعق ليه؟ حلو قوي الكلام ده. يلا انتوا بقى ايه نضفوا الحاجات دي لغايه اما انا اظبط ده. خلاص هنشيله بقى نبقى نحط منه بعدين. نشيل البوله منه هنشيلها في التلاجة. وممكن مثلا لو احنا في البيت هنشيلها لا في التلاجة في البيت. وهنبقى نقدر هتاخديه معاكي. اوكي ماشي. طب ايه رايكم تنضفوا بقى الحاجات دي بسرعه؟ يلا يلا يا بنات بسرعه 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 بسرعه. احسن بنات واحسن تنظيف. طيب احنا هناخد وقت غالبا هنا لغايه لما ده يبقى بيستوي. بس هو ريحته يومي جدا 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 الحقيقه. فاحنا هنستنى عشان ياخد وقته ان هو يستوي وبعدين نبقى احنا ندوقه بقى بعدين. بس انا بضمن لكم من ريحته انه خطير جدا جدا جدا. فاحنا هنستنى احنا معاها وانتم مش مضطرين تستنوا معانا. كده تبقى خلصت نهايه رحلتنا النهارده. فاضل اغنيه حلوه جدا هنسمعها. هناكل احنا الاول بعدين هنسمعها ونقول لكم باي باي. قولوا لهم باي باي يا بنات. باي.